بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج صباحك وطن. صباح الخيرات على الجميع، على جميع من يتابعنا الآن ومن يشاهدنا، كذلك على الزملاء طاقم برنامج صباحك وطن، وأكيد على الزميلة ناهد الأحمد. ناهد صباح الخير. صباح الخير أكيد لك بندر، صباح الخير لكم مشاهدينا، وإن شاء الله بإذن الله بداية أسبوع تكون جميلة وموفقة للجميع، واللي بدأوا اختباراتهم الله يوفقهم إن شاء الله بإذن الله، واللي قاعدين يستعدون لها نتمنى إن شاء الله يا رب لكم ربي يسهل لكم إن شاء الله بإذن الله. الاختبارات طيب أسبوع الاختبارات، بس الجامعة بدأ. إيه الجامعة بدأ، ولكن الشباب اللي ثانوي ومتوسط باقي عليه أسبوع، لا تخوفينهم من الحين. لا لازم عرفت اللي يدخلون الحين جو المشاحنات وإنه خلاص. على فكرة هذا أحلى أسبوع عند الطلبة. ليش؟ يكونوا مخلصين. مراجعة. إيه يكونوا مخلصين ومراجعة والدوام خفيف. عشان كذا. أنت تدري حتى في بعض الأولاد خاصة. اللي يكون غايب طول الترم يروح الايام هذه يقول فله ما قاعدين ندرس، بس عادي يعني امورنا، فالمفروض حتى الاهل يكونوا يراعون هذه النقطه كثير يعني. اكيد العموم صب عليكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، ونحيي جنودنا البواسل على الحدود الجنوبيه وعلى حدود المملكه العربيه السعوديه كافه، وايضا على ابطالنا داخل المملكه. كيف لكمنا على طهرها وامتانها،
وحيوا الجيش السعودي اكيد يا رب ان شاء الله باذن الله الله يحقق مساعيهم ويرجعوا لنا بالسلامه باذن الله ويرحم الشهداء. منهم اغنيه جدا رائعه حلوه كذا تحسها حماس يعني. اكيد حماس وهم يستحقون اكثر من ذلك. الجيش السعودي الابطال الذين نفخر بهم جميعا وتفخر بهم الأمة الإسلامية جميعا، المملكة العربية السعودية في قيادة الأمة الإسلامية. أكيد مشاهدينا الكرام أولى فقراتنا اليوم راح تكون أخبار الصحف، ناخذ فاصل أخبار الصحف وراجع لكم. إذن رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. طبعا نبدأ بالخبر الأول في جريدة اليوم السعودية، الاتحاد والتعاون سباق النقاط الثلاث. يسعى الاتحاد لتجاوز أزمته على حساب ضيفه التعاون عندما يلتقيان مساء اليوم الأحد في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين. ويتطلع الاتحاد الذي يقوده مدربه القديم الجديد الروماني بيتوركا إلى مصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية أمام النصر وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيده ليستعيد من خلالها المركز الثالث ويبقى قريبا من فرق الصدارة، بينما يطمح التعاون الذي يقدم واحدة من أجمل مواسمه إلى مضاعفة جروح مضيفة والعودة بالعلامة الكاملة للتشبث بمركزه والبقاء في دائرة الصراع على اللقب. أعتقد اليوم بتكون كل العيون على بيتوركا والاتحاد الجديد مع بيتوركا. التعاون القديم الجديد، التعاون خصم مو سهل أبدا، قاعد يقدم مستويات كبيرة في الدوري عبد اللطيف جميل. أتوقع مباراة مثيرة اليوم راح تكون. بتكون ما أدري بس إيش اللي راح يقدمه بيتوركا للاتحاد؟ هل تتوقع إنه بيقدم شيء جديد؟ راح يقدم نفس المستوى يمكن السابق، لان بيتوركا كان يعني قبل موسم كان موجود في الاتحاد لكن الان رجع، ممكن يقدم شيء. بس التعاون برضو انا عند رايي انه التعاون فريق وخصم قوي جدا، قاعد يقدم هالموسم موسم استثنائي يعني من اجمل مواسمه فعلا مثل ما ذكر الخبر. واتوقع انها راح تكون مباراه كبيره بحضور جماهير العميد، اكيد راح تكون مباراه جيده. اكيد. الخبر الثاني، القادسية وهجر يكتفيان بالتعادل، الهلال يقتنص الصدارة والشباب يلحق بالنصر الخسارة. قاد المهاجم ياسر القحطاني فريقه الهلال إلى الصدارة مؤقتا بتسجيله هدفا ثمينا قاد به الأزرق إلى تخطي عقبة الفيصلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري جميل للمحترفين، التي شهدت أيضا تعثر النصر حامل اللقب بخسارته أمام الشباب بهدف نظيف، وتعادل القادسية مع هجر بهدف لكل منهما. فعلى ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في المجمع عاد المهاجم المخضرم ياسر القحطاني إلى ممارسة هوايته في هز الشباك بعد غياب طويل بسبب الإصابة، ونجح في إنقاذ فريقه من كمين الفيصلي الذي فرض التعادل السلبي في الشوط الأول. يعني عودة ياسر أفرحتنا جميعا بغض النظر عن الهلال أو الفيصلي، جميع الفرق دوري عبد اللطيف جميل نحترمها في القناة الرياضية، ولكن كقائد مثل ياسر القحطاني يعود بهذا الهدف اللي شاهد الجميع، هدف جميل جدا ويذكرنا بمستوياته السابقة، بإذن الله يكون رافد قوي ومؤثر جدا ليكون في المنتخب السعودي الأول وفي الإنجازات إن شاء الله الجاية. اكيد بجد يعني، وياسر لما يرجع لمستواه ويضيف نكهه المعتاده اللي دائما احنا يعني نشوفها في دوري عبد اللطيف جميل وبنفس الوقت للهلال. وياسر مهما كان هو لاعب مميز، نجم احنا كان عندنا نجوم يعني ماجد عبد الله، صالح النيمه، فهد المصيبيح، الهريفي، يعني واثنيان مجموعه كبيره من النجوم اخرهم كان ياسر. يعني الان نجم شباك، ما في نجم شباك في الدوري السعودي بصراحه، ما في نجم شباك، تحصل الفرق كلها تلعب بمجموعه واحده، ولكن ياسر يعمل الفارق ونجم يستحق ان نفرح بهذه العوده الجميله لياسر. اكيد. ونجي لخبر من صحيفه عكاظ، العقوبه تنتظر عضوا باتحاد القدم.
ينتظر أن تصدر لجنة الانضباط عقوبات ضد رئيس نادي الباطن عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر الهويدي بعد تهجمه على رجل الخط في المباراة التي أقيمت بين الوطني والباطن ضمن الدرجة الأولى التي كسبها الوطني بهدفين لهدف. ووفقا للمصادر مطلع أكد أن حكم اللقاء قد دون تهجم رئيس النادي وعدد من اللاعبين عليه. يذكر أن الباطن يتصدر دوري الدرجة الأولى برصيد 31 نقطة فيما يقبع الوطني بالمركز 14 برصيد 14 نقطة. أنت متصدر وما شاء الله عندك نقاط وحتى لو كنت مهزوف ذيك المباراة ما في أي أحد يعني ما أدري امسك أعصابك شوي صح ولا لا؟ شر البلية ما يضحك بصراحة يعني حتى لو أنك متصدر ولو أن الحكم يعني احتسب هدف غير صحيح تظل يعني الأخطاء واردة يعني والحكم أكيد ما راح يتعمد أنه هزيمة فريقك أو فوز الفريق الآخر ولكن إحنا قاعدين نشاهد يعني مناظر صراحة مخجلة في الفترة الأخيرة حتى في الصورة مدون في الخبر في الفترة الأخيرة قاعدين نشوف مناظر مخجلة يعني من ضرب الحكام والاعتداء على الحكام وحتى يعني التلفظ على الحكام. إن شاء الله نرقى بأسلوبنا وأسلوب مسابقاتنا المحلية لتكون أفضل من ما نشاهده. الخبر الأخير تجول بهما واستمع لشرح عن الخدمات داخلهما. عبد الله بن مساعد يزور حديقتي الزاهد وأميرة طرابلسي بجدة والتشويش أزعجنا بصراحة. قام الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكية الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز مساء يوم الجمعة بزيارة لحديقة فيصل الزاهد جنوب محافظة جدة حيث اطلع على المرافق التي تضمها واستمع لشرح مفصل عن فكرة إنشائها قبل 8 أعوام وموارد الصرف الخاصة بها والتنظيم الذي تسير عليه وإعداد المشاركين والمستفيدين منها ووسائل الإشراف عليها من قبل أبناء الحي وتجول في الملاعب التي تضمها الحديقة كما شاهد الأمير عبد الله بن مساعد عرضا وثائقيا على الحديقة ومراحل تأسيسها والأهداف التي انطلقت منها لخدمة الحي الذي تقع في وسطه والذي استفاد مما تمنحه للشباب من فرص ممارسة هواياتهم المفضلة وصقل مواهبهم. نهد يعني مراكز الأحياء يجب الاهتمام بها أكثر وأكثر يعني هذا مثال يعني جيد للحدائق الجميلة التي متوفر فيها جميع الإمكانيات. صحيح طبعا الحدائق يمكن بعدها تعد رافد أساسي للعب الكرة بالحي يعني بدل العيال ما يلعبون في الشارع ولا يلعبون في مكان مو مهيئ. حلو لما تكون حديقة أي حي يكون فيها ملعب. احنا شاهدنا بصراحة اهتمام البلديات الآن في جعل مراكز الحي تكون أكثر يعني أكثر جمالاً وأكثر جاهزية لاستقطاب الشباب شباب الحي وممارسة الرياضة بكافة أنواعها سواء كانت كرة قدم أو حتى ألعاب مختلفة. شاهدنا يعني في أكثر من حي من هذه الملاعب الجميلة التي تقدم خدمات جميلة حتى للآباء. أنا شاهدت بعض الآباء يمارس رياضة المشي يعني في هذه الملاعب جميل جداً. على العموم مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام أخبارنا لهذا اليوم. راح نطلع فاصل وبعدها راجعين أكيد للفقرة الثانية وضيوفنا. سلمان الشهامة له من كل ما كرم
ولأهمية العمل التطوعي في العالم العربي بأكمله، فأكيد لازم تكون هناك منظمات تعتني بالعمل التطوعي، ويعني نصل بهدف واحد وطريق واحد للعمل التطوعي الصحيح بندر، من غير ما أي أحد يستغل نقدر نقول عن الطاقات الشابة، وحتى ممكن يستغل عدد من الجهات الرسمية لمصالح إحنا ما نعرفها، سواء كانت شخصية ولا حتى لجهات مجهولة. عموما للحديث أكثر حول جائزة التطوع وأيضا على يعني عدد من الأنشطة التي تقوم فيها الأمم المتحدة وممثل أيضا الأمم المتحدة معنا في الاستوديو، خلنا نرحب في البداية بالأستاذ يعني إبراهيم محمد، وهو ممثل يعني الأمم المتحدة العمل التطوعي وأيضا مدير شعبة البرامج الانتمائية للدول العربية وإدارة السلام والتنمية. حياك الله أستاذ إبراهيم، ونرحب فيك في برنامجنا اليوم. مشكورين، وأنا سعيد أكون في المملكة العربية السعودية. حياك الله، صباح الخير عليك. بارك الله فيك. أيضا يا مشاهدي الكرام، للحديث حول هذا الموضوع معنا الدكتور سامر حماد، وهو الأمين العام للجمعية السعودية للتطوع وعضو هيئة التدريس سابقا في جامعة الملك فهد. صبحك الله بالخير دكتور. صبحكم الله بالخير، احنا سعيدين الحقيقة بتواجدنا معاكم. نورتنا يا دكتور. اهلا وسهلا. جالس لك الاستوديو انا اشوف ما شاء الله الديكور طيب، وذكرنا بايام جميلة الحقيقة. انتم اهل المنطقة تحبون الديكورات يعني. جيد جيد، الله يحييك دكتور. خلنا في البداية قبل نسأل الاستاذ ابراهيم بس لك عن فكرة جائزة التطوع السعودية. طيب الحقيقة فكرة جائزة التطوع لنا فترة طويلة الحقيقة نشتغل عليها أكثر من 4 سنين لاستحداث جائزة وطنية على مستوى البلد تهدف للعمل التطوعي، ويتوج أصحابها الذين يعملون في هذا المجال ويتم تشريفهم. والحقيقة احنا سعدنا جدا عندما تم عرض الأمير عرض الموضوع على سمو أمير المنطقة الشرقية، تحمس لها حماس شديد، بل انه هو صار الرئيس الفخري للجائزة وتبناها، ونحن نشكر له ذلك، وحصلنا دعم غير محدود الحقيقة. الجائزة باختصار لها تقريبا عدة فروع أو 6 فروع. الفرع الأول يكون في الفرع التقديري، الفرع الثاني فرع الشخصيات الاجتماعية، وفي فرع ثالث اللي هو فرع التطوع المؤسسي، وهناك فرع آخر بالتطوع في التعليم، إضافة إلى فرع الخامس في المبادرات التطوعية، والفرع الأخير اللي هو فرع الإنتاج المعرفي. فهي لها ضوابط معينة، ومن هنا يأتي دور برنامج الأمم المتحدة في وضع الضوابط، فهما بيصيرون الجهة الإشرافية أن نتأكد أن ماشي وفق معايير عالمية. جميل. طيب أستاذ إبراهيم، أول شيء نرحب فيك في بلدك الثاني المملكة العربية السعودية. شكرا. وكيف شفت أنت الأجواء أول شيء بالسعودية، وأيضا كيف شفت جائزة التطوع؟ أولا أنا سعيد جدا أكون موجود بيناتكم، وفعلا في وطني الثاني المملكة العربية السعودية، شعب خير شعب طيب. والحقيقة يعني هي زيارتي الثانية لمنطقة الدمام في المملكة العربية السعودية. كنت زرت الدمام في تقريبا في عام 2013، وكانت زيارة طيبة جدا، وأتحت لي الفرصة للتعرف على الأعمال التطوعية الموجودة في المملكة العربية السعودية. وبصراحة بقول إنه دهشت يعني من كمية وحجم الأعمال التطوعية اللي بتقوم في المملكة العربية السعودية. وكما تفضل الدكتور الحقيقي في محاور كثيره جدا يمكن تكون تتوج بجائزه سمو الامير الملكي، يعني دي مساله فعلا تحمد للمملكه العربيه السعوديه. ذكرت كنت للاخ الدكتور قبلي واحنا قادمين على التلفزيون انه المملكه العربيه السعوديه حقيقه بتتميز بوجود يعني البيئه التحتيه للعمل الطوعي موجوده، ودور الأمم المتحدة يأتي في سياق يعني تنسيق هذا العمل ويعني قيادته نحو المؤسسية، فهو موجود والحمد لله يعني يفخر العالم العربي بدور المملكة العربية السعودية في مجال العمل الخيري والعمل الطوعي. جميل. نبغى أستاذ إبراهيم يعني نعرف ويعرفون المشاهدين عن برنامج الأمم المتحدة للعمل التطوعي. جيد جدا، وبشكرك على هذا السؤال الذي تحت الفرصة لعرض البرنامج نفسه. هو في عجالة ممكن أذكر إنه برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين هو برنامج أنشئ عام 1970، وهو يعني تحت مظلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. هو يأتي من ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومقر هذا البرنامج في مدينة بون. تم استضافة البرنامج في
عام 1986 من حكومة ألمانيا الاتحادية، وحاليا رئاسة البرنامج في ألمانيا. ويقوم البرنامج يعني العمل في أكثر من 90 دولة حاليا، وهناك حوالي يعني 6500 متطوع متخصص في مجال العمل الطوعي، هم ينشرون العمل الطوعي ومبادئ العمل الطوعي في جميع بقاع العالم. والحقيقة برنامج العمل الأمم المتحدة للمتطوعين في العالم العربي عنده دور مميز، ودور يمكن تكون مهم جدا بالنسبة لتشبيك الأعمال الطوعية الموجودة في الدول العربية المختلفة، وبالتالي تقوية أواصر العلاقات من خلال منظور قومي ومنظور عربي موحد يعني. وغالبية الدول العربية يعني تعتمد على ثقافة الدين الإسلامي الحنيف في دعم العمل الطوعي، وهو يسخر بكثير من الأمثلة ومن المعتقدات اللي نحن حقيقة قمنا عليها، تربينا على هذه القيم الطوعية. ويعني بالتالي يجب العمل سويا من كل الدول العربية أولا تشبيك المنظمات، وثانيا نشر، تفضل الدكتور بذكر نشر العمل الطوعي، وكذلك الاعتراف بدور المتطوعين، دي مسألة مهمة جدا. والمسألة الأخيرة هي تسهيل الأعمال الطوعية من خلال يعني قوانين تيسر العمل الطوعي وتسهل من العمل الطوعي. حلو، جميل. دكتور سامر، لو جانا حنا نتكلم يعني عن جانب الإعلام، في نقدر نقول عنه في تسليط الضوء على سواء كان الإعلام الداخلي أو الخارجي، تسليط الضوء على العمل التطوعي وحتى جائزة العمل التطوعي في المملكة. طيب الحقيقة يعني برضو أنا كنت والأخ إبراهيم نتكلم في نفس الموضوع، وكان شكلكم ناقشتوا المحاور أنتوا جايين. لا أبدا، بس يعني هذه أحاديث ذات شجون، وهذه المواضيع هي الحساسة التي تمت يعني بصلة مباشرة بالعمل نفسه. الإعلام دوره حيوي الحقيقة، يعني داخل السعودية ما شاء الله تبارك الله يكاد يتنافسون الأخوان يعني في والجرائد والصحف، إنما في قصور الحقيقة واضح، وهذا اللي يعني ذكر لي إياه، اللي هو المملكة تقوم بجهود كثيرة ليس في مجال التطوع بس في مجالات أخرى الحقيقة، مجالات إنسانية. وللأسف إنه الإعلام العالمي مغيب، نحن الحقيقة يعني للأسف لا يوجد لدينا النشاط أو وسائل الاتصال أو النتورك، أو بحيث أنه إحنا يعني نكون أقوياء في الإعلام الخارجي. يعني يقول أنا ما تخيلت أنه عندكم هذا الكم الهائل من العمل التطوعي، بس ما في عليه إعلام مسلط. يقول في دول أقل منكم كثير عندها أقل، بس عشان الإعلام يبرزها بهالة كبيرة. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، يعني في هذا المجال يعني عندنا حتى بعض الجهات رائدة في العمل التطوعي، يعني أنتم دائما ما تحبون لا ذكر أسماء ولا حاجة ولا شيء ولا شركات، إنما مثل إذا أخذنا كمثال شركة أرامكو أسكيكو أو سابك أو سبكيم أو بعض البنوك، لديهم برامج للعمل التطوعي، بل إن لديهم وحدات متخصصة في هذا العمل. إنما يعني لا يوجد أسلوب طرح جيد ولا يوجد تواصل. ومن هنا يجي دور هيئة الأمم، هي تقوم بعمل الربط الإلكتروني بين الوحدة من البرامج حقتهم، وإحنا بنحاول حقيقة يعني ننفذ هذا الطلب، اللي هو نجعل المملكة هب أو مركز لعملية التطوع الإلكتروني. حلو. يمكن دكتور بقاطعك، بس يمكن سياسة المملكة، طبعا أنت تعرف أن المملكة تقدم العديد من المساعدات، وسياستها دائما تعمل بصمت. نعم. ممكن هذا يعني أثر في عدم وصول مثلا الأعمال التطوعية والأعمال التي تقوم بها المملكة وحتى شباب المملكة للجهات العالمية؟ نعم، هذا يعني يعني احنا حاليا نعيش عصر الإعلام، يعني وهذه السياسة يعني ما شاء الله المملكة يعني دائما من النوع اللي بهدوء. نعم صحيح. وبسبب أنه تأمل الخير وترجو ثواب من رب العالمين، هذا شيء طيب، بس إحنا حاليا في معركة صراع إعلامي، فيجب أن يظهر ويبرز هذا العمل، ويجب أن يعني يعطى كل ذي حق حقه. هذه الجائزة جاية على أساس تعترف بجهود الأشخاص الذين يقومون بالعمل التطوعي. فيمكن الدكتور يعني عندك تعليق شاطرني نفس ال. والله فعلا يعني بفتكر انه كلام يعني جيد، لانه بيلقي الضوء على مساله مهمه جدا، هي المبادرات الغير مرئيه.
يعني للمملكة العربية السعودية في أشياء كثيرة يعني. وأنا كنت ذهلت الحقيقة من مقدرات الشباب السعوديين يعني، حتى الطلاب اللي التقيت فيهم قبل كده، طلاب بيعملوا في مجال العمل الطوعي، وبالتحديد الطالبات يعني. الصورة النمطية اللي موجودة مع الأسف في الإعلام العالمي يجب أن تتغير، ويجب أن تتغير من خلال هذه القوة الدافقة للشباب وبالتحديد الشابات يعني. وأنا قادم إلى المملكة العربية السعودية من قبل أسبوع تقريبا، بتطلع للأخبار وبتابع الأخبار حول النهضة اللي موجودة حاليا في السعودية ودور المرأة يعني. المملكة العربية السعودية بصورة مؤسساتية بتدعم هذا الدور وبتنمي من هذا الدور، وأنا أفتكر أنه دي يجب أن يصلى على الضوء يعني. دي مسألة مهمة جدا، لأن تغيير الصورة النمطية الموجودة في مناطق كثيرة من العالم يعني. كذلك يعني دور المملكة العربية السعودية في قيادة العمل البحثي يعني، احنا نحتاج أن نبحث في مجال العمل الطوعي، وتحدثنا كذلك هذا الحديث الجاذب مع الدكتور ونحن قادمين يعني، عن أهمية إلقاء الضوء على مفاهيم العمل الطوعي ما هي، والخلط الموجود في بعض العوالم بتاعتنا فيما يتعلق بدور العمل الطوعي والعمل الخيري والعمل الإنساني، وهذه مفاهيم مهمة جدا للتفريق بيناتها، حتى إنه نرى دور الشباب في يعني إسهامهم وإسهامهم حقيقي في الإسهام في مجال العمل الطوعي يعني. أنا أعتقد إن فعلا المملكة لها مقومات كثيرة جدا، مجتمعات المملكة العربية السعودية المختلفة لها دور كبير في ريادة العمل الطوعي، وأنا أعتقد أنه كل المكونات لهذا الدور موجودة، يجب التسليط الضوء ويجب ترشيد هذا الدور بمسار مؤسساتي، وهذا يعني ده هو دور الأمم المتحدة في مساعدة الدول الأخرى في التنسيق ما بينها، وكذلك إلى دعمها إلى إنشاء أسس قويمة للاستمرارية في العمل الطوعي يعني. المبادرات اللي بتتم هنا وهناك بدون يعني يكون لها ديمومة واستدامة يعني تظل محصورة، لكن العمل المستدام هو العمل الأساس، هو العمل اللي بيظل، هو العمل اللي بيكون عليه الضوء وكده. فأنا بفتكر إنه فعلا يعني إذا كان تمكننا من وجودي حاليا في لقاءات عدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية بالتحديد في المنطقة الشرقية، والجامعة المفتوحة إن شاء الله تتبنى هذا الطرح اللي أنا أتمنى أشوفه يعني يزدهر وينمو في المملكة العربية السعودية، هو استضافة المركز لدعم العمل التطوعي العربي، لأنه حاليا في رئاسة البرنامج عندنا العمل الإلكتروني أو التطوع الإلكتروني بيغطي من اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ولكن ليس هناك مركز للقيام بهذا الدور فيما يتعلق بالدور اللغة العربية. ودي مسألة مهمة جدا، ونحن احتفلنا قبل يومين بيوم اللغة العربية يوم 18 ديسمبر، فأنا أفتكر إنه الفرصة متاحة والحمد لله إنه موجود وسط ناس يعني هم حادبين على هذا العمل، فأتمنى أن تتبنى المملكة العربية. أنا ودي أوقف بس عند النقطة هذه، ليش ما في تواصل مثلا مع الشعوب العربية بحيث أنه يكون في فعلا قسم باللغة العربية؟ يعني أنا متأكد والجميع يمكن يأكد لي هالكلام أنه الشباب السعودي والشابات السعوديات قادرات على أنه يتبنون هذا العمل. والله دي كذلك هو محور ثاني بيكمل المحور الأول، باعتبار أنه نود إنشاء يعني مركز إقليمي يعني. حاليا برنامج متطوع الأمم المتحدة يعمل على مسارين، المسار العالمي ومن رئاسة البرنامج في ألمانيا، وعلى المسار القطري في جميع دول العالم الأخرى يعني 90 دولة عندنا تواجد فيها، ولكن هناك قصور بالنسبة للبرنامج في تواجده على المستوى الإقليمي، ولهذا أنا يعني طرحت الفكرة وما زلت بتمنى أنه يعني تستضيف المملكة العربية السعودية هذا المحور الإقليمي، وفعلا ده يكمل العمل في مجال اللغة العربية يعني استضافة برنامج متطوع الأمم المتحدة البرنامج الإلكتروني العربي للأمم المتحدة، حتى أنه يتيح الفرصة لكل المتطوعين من وراء أجهزة الكمبيوتر من خلال يعني لا نحتاج لنقل المتطوعين من مكان إلى آخر حتى يقدموا أعمالهم الطوعية، ولكن يعني يتيح فرصة لهم للعمل من خلال الكمبيوتر، ودي بتتيح فرصة ثانية مهمة جدا لقطاع أساس أعتقد أنه في مجتمعاتنا وهو قطاع المعوقين يعني. يمكن لكثير من المعوقين الإسهام في أعمال طوعية كثيرة جدا من خلال ترجمات يمكن يقوموا بها، من خلال يعني إثراؤهم لأفكار طوعية كثيرة من خلال الأجهزة. صحيح. جميل، أنت ذكرت نقطة جميلة، ناهد ذكر نقطة جميلة. دكتور برجع لك للجائزة، هل في من فروعها لذوي الاحتياجات الخاصة؟
الحقيقة يعني موجودة نعم من ضمن الفروع اللي هو الفرع التطوع في التعليم وفي مبادرات التطوعية وفي الإنتاج المعرفي. جميل. فهي تشمل جميع الفئات المجتمع بما فيها طبعا الأخ إبراهيم هو قدم لنا يعني حاجة جدا مميزة، أنه يظل في أذهان الناس أن الإنسان المعاق لا يستطيع أن يخدم، هو يقول لا يستطيع أن يخدم في مكانه، بل يمكن يقدم إنجازات أكبر من الشخص العادي. فهذه الحقيقة يعني شريحة يعني زي ما تفضلت مهمة جدا جدا جدا. طبعا يحضرني في هذا المقال اجتماعنا مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف عندما كان اجتمع فينا، يعني جزاه الله خير، قال يعني قال بالنسبة للعمل التطوعي هو مغروس في مجتمعاتنا من ناحية اجتماعية ومن ناحية دينية. صحيح. فقال هو موجود موجود. صحيح. فقال إلا أنه دور المنظمات والمؤسسات أنه تأخذ العمل هذا وتحاول ترتقي فيه وتخليه احترافي. صحيح. إحنا الآن وصلنا للمرحلة هذه، الآن دور منظمات الأمم المتحدة إحنا نبغى نأخذ خبرات الموجودة على مستوى العالم، فنبغى نختصر المسافات عشان يكون العمل احترافي. زي ما يعني فضل الأخ إبراهيم أنه فعلا المملكة هي مرشحة أكثر من أي دولة عربية ثانية لاستضافة هذول الحدثين المهمين. جميل. اللي تفضل فيهم. فإحنا نتطلع بوجود وإن شاء الله مسوين سلسلة زيارات بإذن الله، سوف يعني بإذن الله إن شاء الله سوف إن شاء الله تتواصل إيه نعم بيزور أمير المنطقة الشرقية وبيزور وزير وزير الشؤون الاجتماعية، وفي محاولات إن شاء الله أيضا زيارة ولي العهد يعني. جميل. وكلها تصب في نفس الهدف. حلو. اللي هو كيف نرتقي بالعمل التطوعي ونخليه احترافي ويعني يكون دور المملكة بارز في هذا المجال. جميل. دكتور سامر، يعني في الشيء اللي مثلا يخص المملكة العربية السعودية، وخلينا نتكلم بعد شوي نقول عن المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية تعد يعني من المناطق التجارية، وهذا شيء احنا ما حد يقدر يختلف عليه، حتى في عدد من الشركات الكبيرة اللي تعتمد يعني نقدر نقول على ثروات المنطقة الشرقية. بس لما نجي للجانب التطوعي يقول أنا أقدر أساهم في خدمة المجتمع، لكن ما عندهم فرق تطوعية. ما نقدر نقول إنه الحملة التطوعية التي شاركت فيها وساهمت فيها واللي أسستها الشركة الفلانية شركة عملاقة، يعني عندها الملايين اللي ممكن أنها تسوي أشياء كبيرة، بس حتى لو حملة بسيطة، ليه إحنا الدور هذا غايب عن شركاتنا؟ طيب جيد، هذا طال عمرك السبب بسيط، إنه ثقافة العمل التطوعي مأخوذة من زاوية مختلفة، ما بقول خاطئة، مختلفة. إذا تفضلنا بالنسبة للشركات الكبيرة، الآن بدينا لو تلاحظوا في السنوات الأخيرة بعض الشركات تضع وحدات وإدارات متخصصة خدمة المجتمعية. أيوة الخدمة إحنا هدفنا نبغى هذه التجربة تنتشر بين الشركات الأخرى. هدف طلوع الجائزة على مستوى الوطن سوف تحث الشركات الوسط والصغيرة، ليش ما أنا أسوي لي إدارة متخصصة في خدمة المجتمع. البنوك بدأت تنحى المنحة هذا، المؤسسات المانحة بلا شك هي من أكبر الجهات، إنما إحنا ننظر من خلال الجائزة أنه ننشر ثقافة اللي تفضلت فيها، أنه يجب أن يكون عمل احترافي ومنظم، وإحنا نحاول نحط الأدوات. إيش هي الأدوات اللي تفضل فيها؟ أنه هو فيه عمل تطوع إلكتروني، في الآن من أفضل البرامج اللي إحنا نبغى نسويها مع البرامج المتحدة اللي هو سفير التطوع، نبغى نختار وفق ضوابط معينة الأمم المتحدة بتفرضها علينا 600 أو 700 شاب وشابة، وهذول نختارهم من المملكة وفق معايير معينة من مختلف الجهات ومن تحت برنامج خاص بالأمم المتحدة. هو اللي بيأخذهم بيستضيفهم ويعمل لهم برنامج عشان يصيرون هذول قياديين واحترافيين في العمل التطوعي. بس زي ما تفضلتي يعني إحنا يعني زي ما قال الأمير إحنا مجتمع فزعة يفزع والناس يحبون ودائما إذا صارت حق الإنسان فهو موجود، بس ما في عمل مؤسسي. ما في عمل مؤسسي، إحنا هذا هو هدفنا من خلال الجمعية العمل التطوع السعودي ومن خلال جائزة التطوع السعودي. حلو. جميل. أنا ودي أسألك أستاذ إبراهيم، أنتم في الأمم المتحدة كيف تقيمون الدول من خلال العمل التطوعي؟ في الحقيقة في برنامج الأمم المتحدة المتطوعين يعني تقرير مهم جدا، وأنا سعيد إنك ذكرت النقطة دي لأنها أساسية الحقيقة، وعندنا بعض القصور
في الدول العربية فيما يتعلق بإسهامات الدول العربية في يعني مقررات العالم في مجال العمل التطوعي. في تقرير صدر عن الأمم المتحدة للمتطوعين ب يعني طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2011 لإصدار تقرير عن حالة العمل التطوعي في العالم. وهذا التقرير صدر الأول منه في 2011 وتم نشره باللغة العربية من الدوحة في 2012. وتم نشر التقرير الثاني من المنامة في هذا العام في سبتمبر الماضي. ده كان التقرير الثاني لحالة العمل التطوعي. نحن نتمنى أن تتمنى المملكة العربية السعودية إصدار التقرير الثالث، النسخة الثالثة من التقرير بعد عامين في 2017. ومن الآن من خلال هذه الزيارة أتمنى أن يعني نتباحث حول تبني المملكة العربية السعودية لإصدار التقرير الثالث فيما يتعلق بحالة العمل التطوعي في العالم وليس في العالم العربي فقط. نعم. التقرير فيه كثير من الحيثيات، ومن بين هذه الحيثيات دور الدول العربية سواء كان كإقليم أو كدول يعني قائمة بذاتها في مجال العمل التطوعي. أنا ذكرت قبل برضو آنفا إنه هناك بعض الخلط ما بين فكرة العمل التطوعي أو تعريف العمل التطوعي والخلط ما بينه وما بين العمل الإنساني والعمل الخيري. هناك الكثير من المنظمات العاملة في مجال العمل التطوعي، وأحب أربط النقطة دي بنقطة ذكرت تحدث فيها الأخوان قبل شوية وطرحت الأخت ناهد إنه ما هو دور القطاع الخاص. حقيقة دور القطاع الخاص هو في الاستمرارية، لأنه إذا كان نحن بنعتمد على الحكومات للقيام بإنشاء هذه الأنشطة والاستمرارية دعم هذه الأنشطة بدون دور القطاع الخاص حتكون ما في استدامة. صحيح. نفقد الاستدامة في هذه الحالة. وعشان كذا حقيقة يمكن يكون ما يميز دور التطوع في العالم العربي وبالتحديد في المملكة العربية السعودية هو الفزعة، وتذكر بالمناسبة بتعاريف مختلفة. يعني عندنا في السودان بتسمى كذلك في بعض المناطق في السودان بتسمى فزعة، لكن في المغرب العربي مثلا بتسمى تويزة، وفي فلسطين احنا بنعرف انه بيطلق على كلمة طوعة او طوعة في الشام. فعندها مسميات مختلفة، ولكن الاصل يظل هو الواعز الديني والواعز الاخلاقي والقيم الاجتماعية اللي احنا تربينا عليها. فهو هذا الواعز موجود، ولكن الدور يكون في تنسيق وتنظيم حتى هذا العمل حتى نضمن الاستمرارية والاستدامة بتاعته. يعني وواحدة من أساليب إن شاء الله يعني إنه أن تتبنى المملكة العربية السعودية دور البحث في مجال العمل التطوعي وإثراء القيم العالمية للعمل التطوعي من خلال معطياتنا وقيمنا وتقاليدنا العربية، لأنه هذه ما زالت تنقص الرؤية العالمية العامة حول العمل التطوعي، فإحنا نحتاج لإثراء هذا الدور حقيقة. يعني الله يعطيكم العافية. احنا اليوم كنا سعداء بتواجدكم دكتور سامر حماد وعزة ايضا الاستاذ ابراهيم محمد. فقرتنا انتهت اليوم، بس بترك كل واحد دقيقة يعني يوصل الرسالة اللي يبغى يقولها. طيب تفضل دكتور. تفضل. طيب الحقيقة يعني نقطة هامة جدا برضو كنا نتكلم فيها، انه العمل التطوعي لا يترعرع ولا ينمو ولا يستمر إلا في مناخ سياسي مستقر. الآن يعني برضو يعني إذا كان هو أنا يعني الكلام اللي قال لي الأخ إبراهيم، قال ليش المملكة مؤهلة؟ لأن إذا نظرنا للدول العربية حولنا قال لا نجد هذا الاستقرار. اللهم لك الحمد. اللهم آمين. الله يجمع النعمة الأمن والأمان. فهذا ما يجعل المملكة مؤهلة، وأنا أعتقد من وجهة نظري أن هذه فرصة ذهبية أن إحنا نظهر إعلامياً ونفصح عن الأعمال اللي فعلا نسويها. فنبغى بس ناخذ دور آخر ونخلي الإعلام ياخذ دور آخر، وإن شاء الله بإذن الله ربي ينجح مقاصدنا. الله يعطيك العافية. وكلام طيب جدا. أنا الحقيقة أحب برضو أختم بدور مهم جدا اللي هو أركز على الشباب ودور الشباب في تنمية وإثراء الأمن والاستقرار والعمل التطوعي. حقيقة هناك كثير من الاعتماد على الشباب، وأنا رأيت في شباب المملكة العربية السعودية وبالتحديد الآنسات منهم يعني مقدرات قوية جدا ما شاء الله عليهم. يعني نتمنى لهم ازدهار أكثر وأكثر فعلا قيادة العمل الطوعي العربي من خلال هذه القيمة القوية جدا. وأتمنى يعني الواحد يتحسر ينظر للشباب وأنظر إلى
يعني صورتي في المرآة فأرى الشيب وأذكر بيت أبو العتاهية يعني ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فأتمنى أنه الواحد تكون لسه لسه أستاذ إبراهيم أنت الشباب الله يعطيك العافية. وإحنا شاكرين لكم دكتور سامر حماد الأمين العام لجائزة التطوع وأيضا الأستاذ إبراهيم محمد وأنت ممثل للأمم المتحدة للعمل التطوعي، كل الشكر والتقدير لكم جميعا على حضوركم وتلبيتكم دعوة البرنامج. يعطيك العافية، شكرا جزيلا بيناتكم لمرة ثانية. شكرا جزيلا لك، شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. إذا المشاهدين أنا مرة مبسوطة اليوم عشان الفقرة، مرة مبسوطة بكلام أستاذ إبراهيم لما قال إن البنات دائما عشان بس تعرف. لا لا ما فيها كلام، ما فيها كلام، هي الأم الأم أساسا. أنا الأعمال التطوعية كلها أنا أكثر شيء يعجبني في تقديمك يعني، وإنه أنا يعني أكيد أتعلم منك أستاذ بندر يعني على طول استسلم أقول له. عموما احنا راح نطلع لفقرتنا الصحيه، على فكره احنا بعد عندنا مبادره الدكتور واستاذ ابراهيم، بعد انتم راح تنبسطون بهذه المبادره بعد هذه، بعد الفقره الصحيه راح نعرفها من شباب المنطقه الشرقيه، لكن فقرتنا الصحيه هي بقالب تعليمي صحي، خلينا نشوفها مع بعض وراح نرجع معكم، خليكم ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم كل الشباب اللي هو حب الشباب. طبعا حب الشباب ده مأساة بالنسبة لكل الشباب في سن المراهقة سواء الذكور أو الإناث. طبعا حب الشباب له أسباب كثيرة قوي، منها الأسباب الوراثية ومنها الأسباب المكتسبة. وطبعا من أهم الأسباب لظهور حب الشباب هو إفراز البشرة الدهنية الكتير قوي للدهنيات، وكمان تكوين خلايا تسمى خلايا الكيراتين اللي بتسد المسام بتاعه الخلايا العرقيه، وتكون البكتيريا على سطح البشره الدهنيه، بالاضافه الى طبعا الضغط النفسي والعصبي، ودي حالات بنقابلها كتير قوي في العيادات في ايام الامتحانات بالذات، بنلاقي كل الشباب بعد الامتحانات ما بيخلص بنلاقي كل وشهم حب شباب. طبعا في طرق كتيره قوي للحماية والعلاج. طيب كان زمان بيقول لك ما تاكلش شوكولاتة، ما تاكلش مكسرات، ما تاكلش لسته كتير قوي عشان ما يظهرش حب الشباب، ولكن كل الأكلات دي طلعت بريئة من حب من سبب ظهور حب الشباب. والأبحاث الحديثة أثبتت أن الأكل المؤثر الوحيد اللي يمنع ظهور حب الشباب هو منتجات الألبان. طبعا لازم اللي عنده حب شباب يقلل من استخدام هذه المنتجات. طبعا السؤال المهم دلوقتي، طب هناخد الكالسيوم منين؟ الكالسيوم موجود في اكلات كتير قوي منها البيض مثلا، يعني مش مهم منتجات الالبان بالذات، خصوصا الناس اللي عندها حب الشباب، وخصوصا ان حب الشباب دلوقتي البكتيريا بتاعته تطورت قوي وبدات تظهر في سن متاخر حتى سن الأربعين، يعني حتى ما بنتيش عن سن المراهقه. وفي طرق كمان للعلاج، منها استخدام المستحضرات الطبيه اللي تقلل افراز الدهنيات في البشره، والمضادات الحيوية المخصصة للبكتيريا اللي بتنمو على البشرة الدهنية، ودي طبعا تحت إشراف طبي، وطبعا التقليل من استهلاك المنتجات الألبان، وفي بعض الحالات الشديدة قوي بنستخدم مركبات الأيزوتيريترين، ودي لازم تكون تحت إشراف طبي، ودي بتقضي على حب الشباب تماما تماما تماما، بس مشكلتها إن ما ينفعش المريض ياخدها من نفسه، لازم تحت إشراف طبي وتحاليل مستمرة. طبعا من أهم مضاعفات حب الشباب التصبغات اللي بتحصل بعد الحب ما بيختفي، ودي بتسيب مشاكل دايمة تقريبا في البشرة، والأسوأ منها الندبات المستمرة اللي بتحصل بعد حب الشباب. طبعا المضاعفات دي دلوقتي مع تقدم الطب التجميلي بقى لها علاج، منها التقشير الكيميائي، منها الانواع جديده من الليزر بنسميها الفراكشنال سي او 2 اللي بيعالج الندبات الناتجه عن حب الشباب. بس في الاول لازم المريض يتبع نظام علاجي معين مع طبيب عشان يتخلص من الحب الاول، وبعد كده نبتدي نعالج المضاعفات. واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، وكلكم اشوفكم على خير ان شاء الله. إذا شكرا للزملاء في إعداد هذه الفقرة التثقيفية والتوعوية، الفقرة الصحية التي دائما تكون معنا في برنامجنا في برنامج صباحك وطن.
طيب بنطلع على فاصل؟ نطلع على فاصل وراجع لكم مشاهدينا الكرام. عشت تحت سمائه وهو الذي قد عشت فوق رضاه منذ الطفولة قد عشقت ربوعه إني أحب سهوله ورضاه أحب سواه وطن الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه وطن الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه في كل لمحة بارق أدعو له في ظل حال عطرت ذكراه وطن الحبيب وطن الحبيب وهل أحب سواه إذن رجعنا لكم مشاهدينا من جديد وما زلنا في الأجواء التطوعية نقدر نقول عنها وأكيد شباب بالمنطقة الشرقية وبالتحديد حنا هالمرة بنطلع للجبال وعدد من شباب الجبال اللي فيهم الخير والبركة بنفس الوقت وهم مغردي الجبال قدموا حملة جدا كانت حلوة وملموسة على أرض الواقع وهي حملة شتاءهم دفء. للحديث أكثر حول هذه الحملة معنا على الهواء مباشرة الأستاذ محمد البوعينين وهو رئيس مجلس إدارة مغردو الجبال رئيس بلدية غرب الجبال. حياك الله أخوي محمد ونورتنا اليوم في الاستديو. الله يحييكم ومشاركم وفرصة سعيدة اللي يعني قدرنا أو إن شاء الله نوضح للمشاهدين ما اشتملت عليه الحملة ونتائجها وان شاء الله. الله يحييك صبحك الله بالخير استاذ محمد وانتم دائما سباقين لعمل الخير. ايضا مشاهدينا الكرام معنا بدر ابراهيم البيمي وهو عضو اللجنه التنسيقيه لحمله شتاءهم دفء. صبحك الله بالخير بدر وحياك الله ابو ابراهيم. صبحكم الله بالنور والسرور مرحبا ومسهلا واتشرف جدا بالحضور معكم ومشاركتكم بهذا البرنامج. حياكم الله جميعا. خلينا نبدا بالبدايه اخوي محمد على موضوع اول شيء شتاءهم دفء. يعني اسم الحملة كثير حلو، من وين انطلقتوا بالفكرة ولمين مستهدف هذه الحملة؟ شتاءهم دفء بما أن مغردو الجبيل هي يعني فريق تطوعي يعمل من خلال تويتر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام فيعتمد دائما على الهاشتاجات فتكون بعض الشباب عندهم خبرة في وضع الهاشتاج المناسب للحملة للاشتهار وأنه يوصل أكثر عدد فكان في هاشتاغ دفء يعني قبل هالمره هذه المره الثانيه وكان في هاشتاجات بنفس المستوى والمعنى مختصره وتوصل الفكره فتم اختيار هاشتاغ دفء لايصال فكره ما يعانيه الناس المستهدفين في هذه الحمله. من المستهدفين استاذ بدر؟ والله طبعا الحمله كانت على مرحلتين، المرحله الاولى كانت موجهه الى الاسر الفقيره والمحتاجه في الجبال. فكانت ركزنا على توزيع دفايات لهم
وتقريبا احنا وضعنا هدف لنا 300 أسرة فقيرة. المرحلة الثانية كانت مخصصة أو موجهة إلى العمالة والرعاة في البر، فحبينا احنا نخرج على المألوف بتخصيص كسوة عبارة عن كيس نوم، وكان هو الهدف الأكبر. وكذلك أضفنا معها كسوة كذلك مجموعة يعني كفيلة بإذن الله أنها تقي تساعد في دفع العمالة والرعاة اللي في البر. حلو حلو كثير. طيب حموما احنا بعد معانا عدد من الصور إذا الزملاء يجهزوها لنا على يعني حتى يعني انه للمشاهدين حتى يشوفونها. خلنا نسألك استاذ محمد على موضوع الإحصائيات العامة اللي لكم انتم في موضوع توزيع هذه والحملة هذه بالضبط، وين راحت وكم اللي استفادوا منها؟ بالنسبة للجزء اللي هو للتوزيع في البر هو 360 كيس نوم سليب باك ما شاء الله، فالاستفادة 360 توزعت على تقريبا 11 مجموعة. هذه في اللي شاهد الآن الصور هذه في البر؟ اي نعم، هذا المركز التجمع كان في مخيم في البر، نعم، لمدة يوم واحد، حضور ثم الإفطار ثم إعطاء التوجيهات وتوزيع موزع من أول، لكن في ناس يجون عن طريق تويتر يعني جاي أول مرة تشوفه يعني ما تعرفه، فيجي يأخذ تعليمات يمشي مع أحد المجموعات يستهدفوا موقع معين ويأخذ لهم كل سيارة تقريبا 30 كيس تم توزيعها بالكامل، ثم يرجعون الغداء ثم الانصراف، وكذا انتهت حملة التوزيع. يبقى حملة اللي هي الدفايات بالاشتراك مع الجمعية الخيرية في مقر الجمعية. جميل. أنا ودي أسألك أستاذ محمد إيش اللي يختلف عن الحملة الأولى والحملة الثانية؟ هو هي نفس تقريبا المستهدفين والإجراء، إلا أنه اختلف التوزيع. كان أول اللي هي حقيبة منوعة من الكسوة، في المرة الثانية سليب باك تحديدا الكيس النوم، بالإضافة إلى بعض الـ يعني الأصل كان الكيس النوم. المرة الأولى كانت لا ملابس. ما كان في داعمين جدد للحملة؟ دائما في داعمين للحملة. المرة الأولى كانت مجموعة من رجال الأعمال، المرة هذه كانت كذلك مجموعة لكنها يطلق عليهم ديوانية الجبيل اللي هم مجموعة الشباب في جروب واتساب يعني. نعم. لكن هم تكفلوا بدعم الحملة بالكامل. ما شاء الله، الله يعطيهم العافية يا رب وعساهم القوة. خلنا نسألك أخوي بدر على موضوع الحين يعني من ديوانية أو نقدر نقول من جروب في الواتساب انطلقت هذه الفكرة، كيف صداها عند شباب الجبيل نفسهم؟ يعني تشوف إنه في كثير مثلا يقولك لا أنا بيصير معاكم في الحملة، أبي أشترك معاكم، أبي أجي. الحمد لله للأمانة مغردو الجبيل دائما متواجدين بقوة في الحدث، ودائما يكون في متابعة مستمرة في حساب التويتر، وكذلك متابعة الأعضاء المنتسبين لهذه المجموعة. حلو. ودائما ينتظرون الفرص اللي بس وين وش صار عليكم وش اليوم وش جديدكم، دائما ينتظرون بشغف صراحة لبرامج مغردو الجبيل. أول ما نطلق الهاشتاج يلا كل الحمد يجينا مجموعة كبيرة من شتى شرائح المجتمع للأمانة. جميل. يحبون يشاركون ويتفاعلون مع مثل هذه الحملات للأمانة. جميل. أنا ودي أرجع الصور أصلاً تحمس بندر. أنا ودي أرجع بصراحة أستاذ بدر للتأسيس المغرد الجبيل، كيف تأسست وكم الأعضاء الموجودين فيها؟ طبعاً تأسست كانت بفكرتها مجموعة من شباب هالجبيل يعني الغيرين، سواء الإعلاميين سواء النشطين في حسابات وسائل الاتصال الحديث، فطرعت فكرة عندهم نبي نقدم شيء للمجتمع. حلو. خاصة مجتمع الجبيل، فكوننا الفريق وكان حبينا نكون احنا بداية انطلاقتنا اللي هي وسيلة اتصال حديث يعني، ودائما احنا متابعة بكثرة عندنا في المجتمع خاصة في الخليجي هنا، وطرقنا مغرد الجبيل، وكان همنا فقط اللي احنا نشتغل عليه دائما نحاول في فائدة المجتمع والمشاركة في أي برنامج سواء وطني أو فعالية وطنية أو محلية سواء مجتمعية أو
اي حدث يعني. حلو. نعم. جميل. طيب انتم استاذ محمد ما عندكم فكره تبدا يعني انتم اطلقتوها في الجبال وهذا شيء مره حلو مغردي الجبال، ما عندكم نيه تتوسعون شوي عادي لو صاروا مغردي المنطقه الشرقيه؟ هو بعد اول حمله تم وضع مجلس اداره لتنسيق العمل فقط مع الجهات الحكوميه وشبه الحكوميه والداعمين، والمغردين كمنتسبين هو مفتوح يعني اي مغرد هو منتسب للفريق. في رؤية ورسالة للمجموعة وضعتها نفسها اللي هي نشر ثقافة التطوع على مستوى المحلي والإقليمي والعالمي. فهو المجال مفتوح لأن نشر الثقافة هو فقط وليس يعني سد حاجة المحتاج، ما راح يقدر مجموعة من الشباب يسدون في جهات معينة، بس هي نشر ثقافة يعني. أحسنت. محمد انت قبل شوي يمكن شاهدت الدكتور سامر والاستاذ ابراهيم في الامم المتحده تكلموا عن جائزه التطوع العمل السعودي، هل راح نشوف ان شاء الله مغرد الجبال؟ لقيناهم برا وقفناهم فتفاجئنا عشان كذا انت تاخرت ما عرفناهم. لا احنا برا لكن ان شاء الله يكون في تنسيق. احنا تباشرنا في الكلام اللي سمعناه قبل لندخل عن الجائزه وتشجيع التطوع، وودنا ان يكون لنا مساهمه ومنافسه في الجائزة هذه. إن شاء الله نشوفكم يعني محققين مراكز بإذن الله. إن شاء الله إحنا هو القصد النشر، نشر الثقافة. حلو. وإذا كان المشاركة بتساهم فإحنا إن شاء الله مشاركين. بإذن الله. هو يمكن في بعض الناس يجي مثلا بندر إذا جاء يسوي شغلة يقول لك لا ما أبي أحد يقلدني، أعتقد إنه هذا ما موجود عند مغردي الجبال. لا هو بعد إنشاء مغرد الجبال على فكرة ظهرت كثير من مغردو مكة ومغردو حائل ومغردو الكويت وكان في تواصل. وتبادل افكار وحتى دعم احيانا هو الخافجي وفي مجموعه كبيره يعني كانت ويمكن لنا الشرف احنا بدينا. وش يعني لكم انتشرت استاذ محمد؟ ايش يعني لكم انه فعلا يخرج مغرد مكه ومغرد يعني كبير. انه ممكن جزء من الرساله او رؤيه المغردين وصلت اللي هي نشر الثقافه وهذا نجاح بحد ذاته. جميل. طيب لو انا ابي اجي اسال يمكن راح اسالك انت استاذ محمد وراح اسال اخونا بدر بعد، من هم مغردي الجبال؟ الشباب من الجبيل مهتمين باستخدام الأمثل للوسائل التواصل الاجتماعي بدل ما الاستخدام السيء اللي موجود أو بعض اللي موجود، استخدام الأمثل في خدمة المجتمع ونشر هذه الثقافة. حلو. بدر. والله ما أزيد على أخوي محمد لكن مثل ما قال يعني العمل على استغلال ما هو متوفر حاليا عندنا بين يدينا نستخدمه بأسلوب طيب جميل يخدم مجتمع يخدم الوطن، هذا ما نعمل عليه وهذا ما نحرص عليه دائما الحمد لله. يعني مو من تخصصات معينة يعني؟ لا لا لا, لا, لا أبدا أبدا. الدليل ممكن يشارك معنا العربي ممكن يشارك معنا الأجنبي أي جنسية كانت. من هو في الجبيل من هو يهتم لتوجه مغردو الجبيل دائما يكون سباق لدعم هذه البرامج. يا لك الحمد احنا نشوف النجاحات ترى النجاحات والبرامج دائما الحمد لله يعني اهتمام حتى من قيادات المنطقه هنا بعمل مغردو الجبيل وعلى تواصل مستمر الحمد لله خاصه اعلاميا كذلك ما قصروا يعني شريك جدا في النجاح. جميل والحمد لله. طيب انا سمعت انه فعلا حتى الاسر تشارك في بعض الحملات اللي انتم تطلقونها. نعم كان لنا احد الزيارات عملناها كان زياره دار المسنين فشاركوا حتى معنا النساء والرجال فرجعنا مجموعتين يعني حتى اهلنا وصرنا شاركوا معنا الحمد لله فكانت لها اثر جدا وكانت الزياره هذه الى الان يعني من سنتين ونص تقريبا الى الان وفي البال ما ننساها صراحه. والحنا كل ما جينا حمله حتى الحمله هذه اللي راحت ذي جرى تواصل يعني نساء يبون يشاركون فاحنا الحمد لله يعني كان التوجه فقط الاهتمام بالشريحه هذه واحنا بس نحتاج منهم الدعاء واذا صار فيه برنامج اخر ممكن احنا نشارك فيه النساء او نشارك فيه الاطفال ما راح نتاخر باذن الله. حلو. طيب هذا السؤال يخليني اسال سؤال ثاني. نعم. لاخونا محمد بما انه رئيس مجلس الاداره هل في ممكن نقدر احنا نشوفها في الايام القادمه ممكن يكون في مغردات الجبال ولا بتكتبون بس مغردي الجبال؟ اذا كان في اليه ممكن وزي ما قال اخوي ابو ابراهيم كان في مشاركة برعاية من دعوة الجاليات ساهموا بتوفير وسائل اللي هي حافلات إلى 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 للنساء وللرجال إلى زيارة دار المسنين بالدمام. حلو.
فإذا كان في مجال وفي شيء مناسب بالعكس شيء جيد. جميل، احنا طبعا سعيدين اليوم بتواجدكم وفخورين بكم. مرة فخورين جدا. يعني مغرد الجبيل انا اسمع فيها من زمان والله يعطيكم العافيه، وشهدت يعني على الواقع اشياء جميله انتم ومبادرات جميله انتم قدمتوها. اليوم احنا سعيدين بتواجدكم، نشكر لكم يعني تلبيه الدعوه وحضوركم للبرنامج. اترك لك مجال اذا تبغى تقول شيء اخيرا استاذ محمد. والله احنا نشكركم تلفزيون السعودي وقناه الرياضيه تحديدا على يعني اتاحت الفرصه لنا لايصال يعني اكمال ايصال الرساله اللي هي ثقافه التطوع، وبذلك انت شريك ان شاء الله في اذا كان في نجاح فينسب للجميع. الله يعطيك العافيه يا رب. وكذلك انا لا انسى صراحه انا اشكركم يعني درجه اولى في نفس كذلك بعد لا انسى الرجل الكريم اللي يده بيضاء علينا صراحه صاحب السمو الملك الامير سعود بن نايف اللي صراحه داعم الاول للشباب الوطن والفرق التطوعية، وإحنا كذلك لها تجربة طيب جدا طيبة الله يجزاه خير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق بإذن الله. كل الشكر والتقدير لكم الله يعطيكم. تسمح بعد بندر أن نشكر زميلنا ركان اللي من جد هو اللي قاعد يساهم إنه في بعض الحملات اللي في تويتر في يعني عدد من الحملات اللي حنا قاعدين نشوفها في تويتر هو نشيط جدا لإظهارها على الساحة، وهذا شيء كثير مشرف إنه في أحد من الشباب السعودي قاعد يخلي وقته بس عشان مثل هذه الحملات يعني تظهر للساحة. يعطيك العافية ركان، يعطيكم أنتم العافية، فعلا حنا نفخر فيكم كثير، وعساكم على القوة وأمانة. وصلوا تحياتنا لكل الفريق اللي معه. ووصلوا تحياتنا أكيد لأهل الجبيل إن شاء الله بإذن الله. طبعا مشاهدينا الكرام كما تعودنا دائما فقرة في قلوبنا من خلالها نستذكر الراحلون عنا، وطبعا الذين ما زالوا في قلوبنا. اليوم معنا الفنان الكبير الراحل محمد العلي وما قدمه للساحة الفنية السعودية الكثير. نشاهد محمد العلي فقرة في قلوبنا وناهد الأحمد. ولد الفنان محمد العلي في 17 من شهر يوليو لعام 1949 ميلادية، وهو من مؤسسي الدراما والمسرح في السعودية، حيث كانت بداية محمد العلي بالإذاعة كمذيع باللغة الإنجليزية، ثم التحق إلى عالم الفن والإنتاج الدرامي. ومن أبرز المسلسلات غدا تشرق الشمس وحكاية مثل وقصة مثل والأمثال الشعبية ومسلسل الوهم ومسلسل خليك معي بأجزاء. ومن أبرز مسرحياته مسرحية تحت الكراسي. غريبة، أول مرة ينطق الباب اليوم. May I come, sir? May I come, sir? May I come? Salaam alaikum wa alaikum salam. Hello. How are you, bud? Hey. Fine. Fine. How Kleenex? كرم في العديد من المناسبات ومن الجوائز التي حصل عليها عام 1998 في مهرجان الجنادرية، وعام 1999 في مهرجان تلفزيون الخليج السادس الذي أقيم في البحرين. وفي شهر يناير بتاريخ 3 من عام 2002 فقدت الدراما السعودية أحد ركائزها رحمه الله تعالى.
إذا شكرا للزميلة ناهد الأحمد على فقرة في قلوبنا مع الفنان الراحل محمد العلي رحمه الله. طبعا مشاهدين الكرام، في الأسبوع الماضي أو الخمسة أيام الماضية كان في طبعا مصنع أو معرض الأسر المنتجة في معرض الظهران بالراكب الخبر من تنظيم الغرفة التجارية، وللحديث حول هذا الموضوع استدنا أن يكون معنا المهندس عبد الرحمن بن فوزان الحمين، وهو مساعد الأمين للعلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. صبحك الله بالخير مهندس. صبحك الله بالخير، وصبح على جميع المشاهدين. نورتنا أستاذ عبد الرحمن، واليوم حنا نتكلم عن معرض الأسر المنتجة، وأنت بعد يعطيك العافية أعطيتنا هدية اللي هي البروشور اللي حنا قاعدين نلبسه، صنعتي اسم المسمى الجميل هذا. كيف كانت انطلاقة المهرجان؟ طبعا هي كانت برعاية كريمة وحضور من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ورح تظهر لنا اللقطات تباعا وحنا قاعدين نتكلم بإذن الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وحقيقة بداية أنا أتقدم بالشكر لكم على استضافتنا في هذا البرنامج، و يعني فرصة أن الإنسان يتكلم عن أو نتكلم عن حدث يمكن كانت نهايته المساء البارحة، لكن كان حدث بالنسبة للغرفة تعدله من فترة طويلة، وهو يتناول موضوع الأسر المنتجة لإيجاد قناة تطل منها منتجات الأسر المنتجة. مثل ما تفضلتي، يوم الثلاثاء الماضي أو بالتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة افتتح المعرض، والمعرض يمكن التخطيط لعمله أخذ فترة طويلة، وسبق الافتتاح الحقيقة العديد من البرامج اللي كنا حريصين أن يكون فيها تدريب وتأهيل لكافة الأسر المشاركة في المعرض لكي يكون نتاج متميز وغير تقليدي بالمعارض مثل المعارض الأخرى العادية. طبعا نشاهد الآن افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية لهذا المعرض. تفضل. المعرض سبق إقامته أو افتتاحه إقامة دورات تدريبية تأهيلية لكافة الأسر المشاركة. جميل. طبعا قبل تشارك الأسر أيضا كان هناك مقابلات لكافة الأسر اللي شاركت، واختيار أفضل الأسر المنتجة، وأقيمت لها ثلاث دورات تدريبية، شيء يتعلق في كيفية العمل المالي بالنسبة للأسرة أو المنتج، أيضا التسويق، التصميم، التغليف، أيضا الديكور الخاص بأجنحة الأسر كان له جزء من البرنامج أو المعرض. طبعا بعد الدورات التدريبية أيضا كان هناك حرص من الغرفة أن يكون فيه إضافة لكافة الأسر من خلال إقامة أو إعداد كتيب إرشادي يتضمن كافة معلومات الأسر بقنوات التواصل الخاصة بها، أيضا هذا منفذ تسويقي تم توزيعه. حلو. خلال أيام المعرض طبعت الغرفة أكثر من 80,000 بزنس كارد وزع مجانا للأسر، وأيضا يعني المعلومة أيضا الأساسية أن المعرض مجاني لكافة الأسر، منح مساحات كبيرة للأجنحة يعني تستطيع من خلالها يعني عرض كافة منتجاتها. الأسر المشاركة والله الحمد لما وجدناه من تفاعل، كان فيها منتجات الحقيقة كبيرة ومنتجات ترتقي إلى أن تكون يعني بعضها تنافس يمكن بعض المنتجات المستوردة. صحيح. أنا البارح للأمانة كنت موجود في المعرض وقلت قابلت أنا وياك البارح، أعجبني كثير مثل ما تفضلت، يعني كثير من الأقسام كانت مميزة، كانت أفضل من المستورد أيضا، لكن الكثير كان يتساءل ماذا بعد المعرض؟ اليوم معرض خمس أيام وبعدين؟
يمكن الغرفة ليست أول جهة أو غرفة تقيم معرض أسر منتجة، ولكن يمكن انطلاقتنا كانت من خلال مثل ما ذكرت معرض لا يقف عند نهاية المعرض. بدأنا بدورة تدريبية وتأهيل الأسر، وأثناء المعرض كان هناك محاضرات تثقيفية عن كيفية الادخار، عن كيفية إبراز المنتجات، عن دور المجتمع في دعم الأسر المنتجة. راح بإذن الله يتبع المعرض العديد من الدورات التدريبية الخاصة بالأسر المنتجة، إلى أن بإذن الله يقام المعرض الثاني خلال 2016. الجماعة اللي قابلتهم البارح بعد إذنك ناهد ما كانوا يبغون معرض، يقول يا جماعة سوونا سوق مركز تسوي الغرفة التجارية ولا تسوي الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية وبعدها شوفوا شغل وقيمونا. يمكن الأسر المنتجة هناك العديد من الجهات اللي صحيح معنية في الأسر المنتجة، وأنا يعني بناء على طرحك أنا يعني أتأمل وأتمنى أن يكون هناك جهود متكاملة من كافة الجهات المسؤولة عن الأسر المنتجة بما فيها الغرف، وزارة الشؤون الاجتماعية، الأمانات، كافة الجهات، أن يكون هناك عمل متكامل يخدم هذه الأسر. يمكن لن نبدأ من الصفر في هالموضوع، ودول كثيرة سبقتنا في كيفية الاستفادة من الأسر في إخراج منتج يتم تسويقه من خلال شركات عالمية. احنا يمكن من الأشياء اللي حاولنا أن نشجع الأسر فيها خلال المعرض السنة هذه، ويمكن هذه واحدة من الأشياء الإضافية، أن سوينا مسابقة للأجنحة. حلو. وأيضا يعني كان عندنا 220 أسرة مشاركة، وعندنا كان 12 جمعية تعنى من الجمعيات اللي تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، كانت تعنى بالأسر المنتجة، أيضا كان لها أجنحة. عملنا بينها مسابقة أيضا لنبرز أفضل جمعية تسعى إلى تطوير الأسر المنتجة. أنا متأكد أن جميع الجمعيات كان لها دور كبير، وهي الحقيقة الجمعيات أيضا ساهمت معنا بشكل كبير، يعني كلمة شكر نقدمها لهم من خلال عملهم معنا في إيجاد الأسر، في اختيار الأسر، في تأهيل الأسر للمشاركة. جميل. طيب يعني ممكن أستاذ عبد الرحمن، للأسف أنا ما قدرت أني أزور المعرض، لكن انطباع العالم، انطباع بندر، انطباع كثير من الناس اللي راحوا قالوا مرة كان شيء حلو. كيف أنتوا شفتوا انطباع الزوار من خلال حتى قربكم لهم، يعني وش قالوا لكم؟ والله إحنا يعني يمكن لن نتحدث عن لا إيش قالوا لك يعني شيء، لكن والله الحمد الزوار كان فيه إشادات، وكان فيه بعض الملاحظات لا شك. طبعا لا ندعي الكمال، وضعنا استبيان وزع لكافة زوار المعرض، حاولنا أن نحصل على جميع المعلومات أو الملاحظات، لأن أمور تهمنا في النسخة القادمة من المعرض ولتطويره. فعندنا كم الحقيقة كبير من الاستبيانات تعكس لنا الانطباع بشكل عام. وجدنا الحقيقة أن الزوار والمشاركين كان يعني انطباعهم جيد. طبعا المعرض أقيم في شركة معارض الظهران، وهي أيضا شريك معنا في التنظيم، يعني كانت المساحات مناسبة، كان تعطي سعة حتى للزوار يأخذون راحتهم. أيضا من خلال المعرض يمكن من الأمور اللي حاولنا أن نوجدها، أوجدنا حديقة خاصة بالأطفال، ويعني الهدف كان أن الأسر تأخذ راحتها في جولتها داخل المعرض بوضع أطفالها في الحديقة بمأمن، فيها سوارة أمنية يستلم بها ويسلم ويستلم فيها. يعني كانت أمور حاولنا نضيفها للمعرض لإيجاد الراحة لكافة زوار المعرض. جميل. طبعا احنا ما ننكر جهود الغرفة التجارية الصناعية في هذا المعرض،
أو حتى في معارض أخرى ودعم الأسرة المنتجة، ولكن برؤية الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وأنت أحد ممثلينا ومساعد الأمين للعلاقات العامة والإعلام، كيف ترون دعم الأسر أو ماذا تحتاج الأسر لدعمها؟ الحقيقة الأسر بحاجة فعلا إلى عمل مؤسسي لتنظيم عملها وتطويره. الموجود حاليا كلها اجتهادات، ولكن لو كان هناك يعني تفعيل لكافة الأمور المتعلقة في الأسر المنتجة وتنظيمها ووضع مظلة متكاملة لها والإشراف عليها، أنا أتوقع أنه راح يكون شريحة الأسر المنتجة رافد اقتصادي وطني للقطاع الخاص، إضافة إلى أنه أيضا يحقق الكثير للأسر نفسها من عدم الحاجة للغير، إضافة إلى أنه الاستفادة من منتجاتها لشركات أخرى، تطوير العمل، تدريب، أمور كثيرة. يعني فعلا حنا نحتاج أن تتضافر الجهود لها، خلق الوظائف الواحدة هذا راح يعني بشريحة الأسر المنتجة راح يمكن يخلق العديد أو عدد كبير من الوظائف. حلو. طيب أنت شايف أن أستاذ عبد الرحمن أن يعني الأسر المنتجة هي ممكن تكون نقدر نقول عن مصنع كبير، يعني هو اللي يورد، أو بدل حنا ما نستورد مواد من برا خلاص عندنا الإنتاج المحلي، ممكن أنه يعني الأسر نقدر نقول عن هي تكون كافية لاحتياجات الفرد والمواطن السعودي؟ من خلال الحقيقة الأجنحة اللي موجودة في المعرض، أنا قناعتي أنه فعلا فيه منتجات ترتقي إلى أن تكون يمكن بمستوى المنتجات التي تجينا من الخارج. حلو. ولا من ناحية الجودة ولا من ناحية التغليف ولا من يعني نواحي كثيرة الحقيقة، هو وأنا متأكد لو يتم التركيز على شريحة ويتم تطوير عملها ويكون فيه يعني جهود مبذولة من كافة الجهات، إيجاد مقرات دائمة لهذه الأسر بتنظيم خاص تعمل بدعم لها، أنا متأكد أنها راح يكون لها منتجات تنافس وتصدر خارج المملكة. جميل. وهذا ما لمسناه من عدد من الأجنحة المشاركة، ويمكن من خلال استطلاعنا واستبيانات مع الأخوان، يعني كان فيه حتى تواصل من أشخاص زاروا راح يأخذون منهم منتجاتهم راح بكميات وراح يحاولون يسوقون من خلال حلو. محلاتهم. حلو. أيضا شاهدنا مواهب مثل مواهب النحت والرسم وال يعني اللوحات الجميلة اللي أحيانا يعني تشاهد اللوحات في أمريكا وفي أوروبا بأسعار خيالية. شاهدنا يعني أنا البارح شاهدت في أحد الأجنحة لوحات ربما يعني تفوق على اللوحات الأجنبية. يمكن تأكيد كلامك قناعة الغرفة بهالشيء، الهدايا اللي قدمت لرعاة المعرض مشكورين، وقبلهم لسمو الأمير أيضا، كانت من أعمال أشخاص مشاركين معنا وأجنحة مشاركة. فعلا شاهدت بعض الدروع أنه من أعمالهم. من أعمالهم، وهي اللي هدية سمو الأمير. الغرفة اتفقت مع أحد الحرفيين المشاركين معنا، معنا مجموعة حوالي 15 حرفي، كل واحد بمهنة مختلفة فيها من يعني استمرار التراث القديم بالجيل الجديد. صحيح. الهدية اللي عملت اتفقنا مع واحد من الحرفيين أنه يعملها، وقدمت سمو الأمير هدايا الرعاة أيضا من أسرة أخرى عملنا معهم وأخذنا كمية كلها يعني ثقة منا في. طيب هذا ما يغري رجال الأعمال المتواجدين في الغرفة أنهم يعملون شراكات مع هذه الأسر؟ والله الحمد يمكن حنا من تعايشنا مع رجال الأعمال الجانب الاجتماعي نجد فيه نمو كبير جدا بالشركات ورجال الأعمال،
لا من ناحية مساهماتهم في رعاية مثل هالمناسبات ولا من ناحية إيجاد مراكز مسؤولية اجتماعية داخل شركاتهم. حلو. في السابق ما كنا نشوف الأمور هذه، اليوم ولله الحمد كثير من الشركات صارت توجد مراكز مسؤولية اجتماعية وتوجد أيضا ميزانية خاصة للعديد من البرامج خلال السنة، وهذه لا شك الأسر المنتجة لها جزء من الشركات. كثير من الشركات الآن صارت فعلا تلجأ للأسر من أجل شراء كميات من الهدايا المنتجة داخل منازلهم. حلو. طبعا يعني معرض الأسر المنتجة هو كان آخر المعارض اللي تقوم فيها الغرفة التجارية، صح ولا لا؟ صحيح. وباقي تستعدون للسنة الجديدة إن شاء الله بإذن الله. صحيح، هو آخر نشاط فعلا كبير من نشاطات الغرفة، ختامها مسك ولله الحمد. إن شاء الله نستعد من يناير القادم بإذن الله بانطلاقة جديدة بفعاليات أخرى متنوعة مختلفة، سواء اقتصادية أو شيء يخص المجتمع. الحقيقة يمكن دور الغرفة في جانب المسؤولية الاجتماعية انطلق يمكن من بدايات الغرفة، ولكن انطلاقتها الحقيقية المنظمة انطلقت من إيجاد لجنة لأصدقاء المرضى قبل 35 سنة، ولله الحمد عملت خلال 35 سنة على دعم الكثير من القطاع أو المستشفيات الحكومية أو المرضى، تعدت حوالي 500 إلى 550 مليون ريال ولله الحمد. تطور عمل المسؤولية الاجتماعية بالغرفة إلى إيجاد إدارة خدمة مجتمع، تم أيضا تطويرها إلى أن وصلت إلى مركز مسؤولية اجتماعية يشرف على العديد من اللجان الخاصة بالمجتمع، لجان أوقاف، لجان متقاعدين، لجنة استقال المرضى مثل ما ذكرت، ولجنة استقال الهلال الأحمر. أيضا قامت فعاليات مختلفة طوال السنة تنطلق من المركز، إضافة إلى تأهيل بعض الأخصائيين في المسؤولية الاجتماعية، برامج تدريبية نعمل عليها ونطورها. والحقيقة احنا نحاول أن نأخذ المبادرات اللي يعني تضيف للمجتمع بشكل عام. يمكن تتويج هالأمور ذي والله الحمد، الغرفة قبل 7 سنوات فازت في جائزة سمو الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز للأعمال الخيرية، وأيضا السنة الماضية فازت من ضمن 4 غرف عالمية على مستوى الغرف التجارية بالعالم بالجانب الاجتماعي والله الحمد من خلال البرامج اللي تقدمها. هذا بالنسبة لنا فخر والمأمول أكثر بإذن الله. لكن خلني أخيرا أسألك عن المعرض القادم، إيش حيكون المعرض القادم ولا لحد الآن ما حطيته خطة؟ والله المعرض القادم إن شاء الله راح ينطلق من ما انتهينا فيه في المعرض الحالي. جميل. جميع الملاحظات أخذناها ولازلنا الحقيقة نستوفي كافة الأمور اللي تطور المعرض. نتطلع بإذن الله إلى إقامة معرض مختلف جدا يكون فيه إضافة، ونتمنى أن من الفترة هذه إلى المعرض أن نشوف أيضا جهود أكثر من موضوع معرض حنا نقيمه، لكن تكون على المستوى العام يخص الأسر المنتجة ويضيف لها بإذن الله. أستاذ والمهندس عبد الرحمن بن فوزان الحمين، وأنت مساعد الأمين العام للعلاقات العامة والإعلام وأمين لجنة أصدقاء المرضى، اليوم كنا سعيدين بتواجدك، شكرا لكم، شكرا للمجهودات اللي شاهدناها أمس في المعرض وخلال الأيام الماضية وحتى في السنة، يعني شاهدنا أكثر من معرض كان ناجح. يعطيكم العافية الغرفة التجارية، وشكرا لك أنت تحديدا لتلبية الدعوة وحضورك معنا اليوم في برنامج صباحك وطن. أنا شاكر لكم أيضا استضافتكم وإعطائنا الفرصة عكس نشاط من أنشطة الغرفة نتمنى أن نكون قدمنا فيه ولو جزء يسير للمجتمع، ونتمنى أن يكون القادم أفضل بإذن الله يا رب. هذا دائما عشمنا وأملنا فيكم كبير. يعطيكم العافية. شكرا لكم وشكرا للمشاهدين الأعزاء. شكرا جزيلا لك. إذن شكرا لك بندر، شكرا لكل طاقم العمل اللي متواجدين معنا في استوديو صباحك وطن في الدمام. الملتقى إن شاء الله يوم الثلاثاء بإذن الله راح يكون مع بندر وسندس. إلى ذلك الحين لكم منا أجمل وأرق وأحلى التحايا، وكيد في أمان الله. إلى اللقاء.